السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف التجارة بالحياة الخاصة أصبحت جزء لا يتجزأ من الإعلام في الفترة دي. من الآخر كده هي دي الحاجات اللي بتولع الدنيا وتخلي الناس تتابع فضيحة فلان وعلان والإعلانات تشتغل، وطبعا الكسبان الوحيد من كل ده هي الشركات اللي بتنتج البرامج اللي من النوع ده. للأسف في الفترة الأخيرة حصلت أحداث كتير جدا، أخرهم حادث طلاق هالة صدقي على الهواء، ورغم عدم أهمية الخبر بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لناس كتير طبعا، لكن في مجموعة أسئلة نفسي أسألها للي بيتابعوا وينشروا الحاجات دي. خلينا نشوف بداية موضوع الممثلة هالة صدقي وهي مسيحية الديانة. بالمناسبة كانت في برنامج للمخرجة اللي بتدعم الشواذ جنسيا إناس الدغيدي، المهم قعدت تقريبا طول الحلقة تتكلم في حياتها الشخصية، لدرجة إن أول سؤال في الحلقة هو جوزك اتجوزك عشان ياخد الجرين كارد، لان هي طبعا معاها الجنسيه الامريكيه. فقالت طب يمكن هو اتجوزك عشان الجرين كارد ده؟ اكيد ده اكيد ده اكيد. انت متاكده؟ انا متاكده. وبعدها مباشره قالت لها تفتكري كان اختياراتك مش مظبوطه في الجواز يعني؟ فقالت لها فاشله. تفتكري انت كانت اختياراتك مش مظبوطه في جوازاتك؟ فاشله. اختياراتك فاشله، انت معترفه فاشله. فرد عليها الشخص المخفي اللي وراها وقال لها بعد كل اللي عمله فيكي جايه تدافع عنه دلوقتي؟ لا مش قادر، انا مش هكمل. حبيبتي انت مش هنخسرك على سؤال يعني. ليه مش هتكملي ليه؟ ما اقدرش اقول كده على ابو عيالي، مش هبيع عيالي. يعني كل اللي عمله فيكي ده ويعمل لك شركه فنكوش ويعمل لك كل ده ولسه عايزه تدافع عنه وجاي عليا انا في الاخر؟ قد يكون ده كله تمثيل، وان موضوع مش عايز افضحه ده برضو تمثيل، لانها اعترفت في البرنامج ان برنامج رامز جلال تمثيل وبيعجب الناس وبيكون بالاتفاق، لكن في الاخر الشخص المخفي اللي وراها كان عايزه تفضح جوزها وتقول عليه حاجات معينه. البرامج دي قائمه على الفضايح والتجارب الحياه الشخصيه ليهم، وفي الاخر قال لها اتخنتي كم مره؟ عادي عادي. اتخنتي كم مره يا هلوله؟ ولا انت عندك وقت فاضي؟ يعني البرنامج اللي بتقوده ايناس الدغيدي الداعمه للشواذ لا يهمه اولادها لا صدقي ولا تشويه صوره ابوهم، وعايزه تطلع تتكلم في فضايح جوزها وعادي والدنيا لطيفه. وده كله ليه؟ عشان يسخن الحلقات وتشتغل الاعلانات ورؤوس الاموال اللي شغاله هي اللي تكسب. وفي الاخر طلع جوزها على الهوا وراح مطلقها. ومين هترتب عليها هالة يا صدقي من الكلام ده كله وكذبك ودعاءاتك؟ انا ما شرفنيش انك انت تحملي اسمي ولا تكوني زوجتي، وانا بطلق قدام الناس قدام العالم كله. انت ما تلزمنيش انك انت تبقي زوجتي ولا شرفني. وفي نفس اللحظه اللي بتكلم فيها محامين في مصر شغالين، او محامي شغال في مصر في قضيه الطلاق. ومش بس كده، بيقول كمان ان ولادها دول مش ولادها، وان البويضات اللي نتج عنها ولادها دي بويضات سيدة أخرى مش بويضات هالة صدقي. واستنجد كمان بالنائب العام بتأكيد إن هي مش أمهم الحقيقية، مع العلم إن البويضات دي بويضات سيدة أخرى دون الرجوع ليا أو دون علمي. لغاية حاجة أنا هتجنني، وأنا اللي بستنجد بالنائب العام. أرجوك ساعدني، أرجوك وقف جنبي، أنا مقهور، أنا مقهور. هو ده دور الإعلام، دور الإعلام إنه يشهر بالراجل ده ويفضح الست دي ويظلم أولاد دول ويصور أبوهم بصورة زي الزفت في المدارس ولا الجامعات. الفلوس أعمت الناس دي لدرجة إنهم بقوا بيتاجروا بكل شيء، عواطف، أحاسيس، مشاعر، تجارة بفضايح وتجارة بأمور شخصية، والسر كله في الفلوس. الحوار اللي حصل ده فكرني بواحدة اسمها أم زياد، أنا ما كنتش أعرفها ولا اعرف قصتها، بس عرفت ان في واحده ماتت اسمها ام زياد الله يرحمها. لما قرات في الموضوع وبحثت لقيت ان دول عيله، كل واحد بقى في العيله دي بقى عامل قناه على اليوتيوب، وهاتك بقى يا هري من اللي قلبك يكرهه. اخر ظهور لام زياد، كلمتين مهمين بعد وفاه ام زياد: حياتنا بعد وفاه ام زياد، لحظه تلقي خبر وفاه ام زياد، اول طبليه قعدنا عليها بعد موت ام زياد، كل حاجه. المهم في الاخر ام زياد. ايه ده؟ ده يعني ده بيسموه ايه؟ اصبحت الناس بتتاجر بمشاعرها نفسها وباحزانها عشان فلوس وشوية دولارات في اليوتيوب. أصبحنا سلع، سلع بتتحرك، هي دي الرأسمالية، حولت الناس لسلع وتجارة، ما بقاش في دين ولا مشاعر ولا أحاسيس حقيقية. اللي حصل ده نتاج سنين من التجارة بالمشاعر. ممثل مصري معروف أمه ماتت وكان شغال في فيلم معين،
فمخرج الفيلم استغل موت ام هذا الممثل وخلاه يصور جزء من الفيلم عن موت ابنه، يعني اللي هو هيبقى متاثر بموت امه، فاحنا نصوره على اساس ان هو متاثر جوه المسلسل فعلا. يعني المخرج تاجر بمشاعر الممثل بس عشان تطلع اللقطه حلوه في الفيلم او المسلسل. المسلسل بتاع محمد رمضان كان في طفله بتعيط عشان سابوها في الشارع بطريقه مثيره جدا وصعبت على الناس وقتها، ولما اتسالتي يعني انت اتقنت الدور عيطت كده ازاي؟ قالت عشان ماما ما كانتش معايا. كنت بتعيطي بجد يا فريده؟ اه كنت بعيط عشان ماما كانت مش معايا. عشان ماما ما كانتش معاكي فانت كنت بتفكري في ماما فعيطتي بجد؟ طب طبعا امها ما غابتش عنها بالصدفه كده، لا ده المخرج محمد سامي تاجر بعواطف الطفله، فوقفها وسط عدد كبير جدا من الناس وخلى الام تبعد عنها وما تشوفهاش عشان البنت تعيط بجد وهو يصور المشهد ده. مثلا انا بعدت مامتها عنها خالص. المشهد كان واقفه في وسط موقف في حوالي 400 اكسترز وفي عربيات وسواقين ميكروباصات لانه ديكور موقف. طب بس عشان تخلي مشاعرها الطبيعيه انها تعيط تطلع كده هيبقى صعب قوي. بالظبط، هي فريده نص عيطها في المشهد ده كان ان هي مش شايفه مامتها، انا خفيت عنها مامتها. محمد سامي ده تاريخه حافل بالتجاره البشريه، وتقريبا بقى بيدخل مراته دلوقتي بطله في كل المسلسلات، عادي جدا، المهم ننجح في شغلنا ونجيب فلوس وندوس بقى على اي احساس او مشاعر لاي شخص، ولا يهمنا اي حاجه الا الماني. احنا حرفيا شعوب بتتنفخ بالتجاره دلوقتي، احنا عباره عن اجهزه كمبيوتر قاعده تشوف الفيديوهات. هم يكسبوا اعلانات، لكن في المحصله الدينيه او الثقافيه او العلميه اللي هنحصلها في الاخر ولا اي حاجه. مش بنتعلم اي حاجه من المسلسلات ولا الافلام الا قله الادب، وحتى فيديوهات اليوتيوب الا من رحم ربي كل اللي بنعمله اننا بنشغل قنواتهم يكسبوا وياخدوا فلوس على حسنا، وبتبقى حاجات يعني هيفة. رغم ان عندي كلام كتير قوي يعني في الموضوع ده، لكن انا حبيت بس الفت نظركم للامر ده. اخر حاجه حابب اقولها، الممثل ممثل، سواء في مسلسل ممثل او في فيلم ممثل او حتى لما يكون طالع في برنامج، كل ده تمثيل عادي جدا. المشكله انهم والله صعبانين عليا اقسم بالله، محملين عليهم مسؤوليه مش بتاعتهم ويتحملوها امام الله سبحانه وتعالى. يجيبوا ممثل ثقافته محدوده او فكره عادي ويسالوا في كل شان خاص بالناس، ويجيبوا الممثلة اللي هي أصلا مش فاضية لجوزها ولا لحياتها الزوجية ولا لولادها، يعني حرفيا فاشلة، بيسألوها عن تجربتها الزوجية. طب ما هو انت اكيد هتقول بايظة والدنيا وحشة وتقعد تعيط وتندب على حظها. يا جماعة انتوا مش قدوة وما ينفعش تكونوا قدوة، وما ينفعش اساسا لا تتصدروا للمشهد الديني ولا الثقافي ولا الاجتماعي وتخلوهم يسألوكم في الدين. طب انت مين عشان حد يسألك في الدين؟ طيب يعني انا صراحة عمري ما هنسى محمد رمضان وهو بيقول اصل سورة الاخلاص السورة الوحيدة اللي ما فيهاش اسمها الاخلاص. انا في حاجة انا لاحظتها، ان في سورة وحيدة في القرآن اللي اسمها مش موجود جواها، هي سورة الإخلاص. إذا ربنا حاطط لنا خط تحت كلمة الإخلاص، ده سر، ده باسورد النجاح. طب وسورة الفاتحة؟ طب ما هي مش موجود فيها لفظة الفاتحة يعني. أنا مش هقعد أرد عليك والله، بس بلاش تصدقوا نفسكم، خليكم في تمثيلكم بس، رغم إن اللي بتعملوه ده أصلاً حرام، بس بلاش تفتكر نفسك إنك أصبحت بقى عشان بيطلعوك في التلفزيون فأنت بقيت خلاص بقى من علية القوم بقى وراجل مثقف وواعي وهتطلع تتكلم في أي حاجة. ومش الدين بس اللي بتفتوا فيه والله، حتى النظريات العلمية بتفتوا فيها. لا أنا قلت إن في نظرية علمية من آلاف السنين بتقول لا تربط ثابت بمتحرك، فالدين ثابت. ما خدناش احنا لا دي نظريه نظريه عظيمه كده. لان خلي بالك حضرتك احنا دوله هرميه، فيطلع عشان يثبت ان هو مثقف يخترع نظريات، فيسالوا عن الزيت والبنزين ما يعرفش يرد. اللي هم لازم يبقى في زيت في العربيه عشان يتحرق عشان العربيه تمشي، فالاثنين مهمين جدا. ومين اللي بيتحرق، الزيت ولا البنزين؟ لا البنزين، البنزين بيجي، انما الزيت بيتحرق. بس زيت بالظبط اللي بيتحرق. هو انا بشغل ليه الفيديوهات دي؟ عشان اتريق مثلا على محمد رمضان؟ والله ابدا، بس انا فعلا حزين ان الشباب دول بيستضيفوهم في الاعلام يتكلموا في شؤون الناس ويتكلموا في الدين والعلم والنظريات وهم ولا يعرفوا، مش تخصصهم. انا مش هطول عليكم، لكن هدفي في الفيديو ده اننا لما نسمع لفضايحهم ومش هنستفيد اي شيء، ولا مشاكلهم الشخصيه هتفيدنا باي حاجه، مش هنستفيد عموما من حياتهم ولا اشخاصهم اي شيء. هم بس اللي بيستفيدوا وبيعملوا كده عن قصد عشان يكسبوا فلوس، ومش مشكله بقى اولادهم ولا اسرهم ولا عيلتهم ولا اي حاجه. وهتخربوا بيوت الناس بسبب كلامكم في شؤون الناس عن جهل. صدق قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أنا خلص تعليق. لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق. لو عندك ولو عايز تدعمنا رابط البتريون أسفل الفيديو. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.